ميدان الطب، سواء في ميدان الزراعة، سواء في ميدان التعدين، سواء في ميدان الري، سواء في ميدان التعليم، فهي كلها واحدة. فالحقوق ما هي؟ الحقوق طبعا هي استهلاك. يقابل على محور القيم الاقتصادية الآن. على محور القيم الاقتصادية إذا طبقنا مفهوم الواجب على أنه إنتاج، نطبق مفهوم الحق على أنه استهلاك. إذن العملية تصبح ذات معاني ثلاثة، لا معادلة تقتضي ثلاثة احتمالات. فإما أن يكون المجتمع تكون نتيجة نشاطاته كلها تدخل تحت في الاحتمال الأول، يعني إنتاج زائد استهلاك أكبر من صفر. يعني هذا أن هذا المجتمع لديه فائض من الإنتاج بحيث يستطيع به أن الاستثمار في السنة المقبلة أو في التخطيط المقبل، بحيث نسميه بطبيعة الحال مجتمعا ناميا في طريق نمو، في طريق الصعود. هذا المجتمع في طريق الصعود لأن لديه ما يتوفر من الإنتاج على الاستهلاك، ما يفيض من الإنتاج على الاستهلاك، بحيث يستطيع استثماره في شتى الميادين. وهناك الاحتمال الثاني، قد يكون الإنتاج زائد حق يساوي صفر، زائد استهلاك يساوي صفر. معنى هذا أن المجتمع ينتج قدر ما يستهلك ويستهلك قدر ما ينتج، وأن لا يبقى لديه أي رصيد للمرحلة التالية، سواء في استثمار في مخطط، سواء لتكوين ولتخصيص ميزانية سنوية في أي بلد من البلدان. ثم يأتي الاحتمال الثالث، إذا كان واجب زائد حق أقل من صفر، يعني في الميدان الاقتصادي أن الإنتاج زائد الاستهلاك أقل، يعني فيه فائض، يعني الاستهلاك يفيض على الإنتاج بمقدار معين، يعني أن المجتمع يعيش على رصيده، أن المجتمع أصبح يضيع من جوهره، أصبح لا يمكنه أن يواجه الطوارئ، لا يمكن. فهو ليس في الحالة الأولى واجهنا مجتمعا ناميا صاعدا، في الحالة الثانية واجهنا مجتمعا راكدا لا يستطيع النمو، ولكنه إلى حد ما محفوظ من الهاوية، محفوظ من السقوط. أما في الحالة الثالثة فإننا أمام مجتمع منهار يقع لا منص في الهاوية، لا منص. فهذه الاعتبارات هي في الأصل يعني تظهر أنها اعتبارات يعني بسيطة بين الحق والواجب. لما دخلنا في موضوع الحق والواجب دخلنا على باب البساطة، وأن الأشياء يعني إحنا ألفناها في كلمات مبسطة، بينما رأينا هنا أصبحت ذات علاقة بالحياة الاقتصادية، علاقة خطيرة جدا. والقرآن الكريم نراه يعالج، القرآن الإسلام يعني الإسلام سواء بالقرآن سواء بالسنة نراه يعالج هذه القضية، مثلا قضية الإنتاج وقضية الاستهلاك والربط بينهما، يعالجها بطريقة غريبة، بطريقة مفيدة جدا. جاء رجل يتسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا رسول الله أعلم من كل أحد، وهو مدينة العلم وسيد العارفين، يعلم لأن هذا المسكين له حق مع
لأنها ستوجد في عصر عمر، ولكن حق معلوم بنص القرآن، حق فرضه الله في أموال الأغنياء ليرد على الفقراء. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطينا في هذه القضية بالذات درسا، فكان له أن يحل القضية، هذه القضية الصغيرة، قضية فرد من الأفراد، كان له أن يحلها من جانب الحق، لأن هذا المسكين له حق وصاحب حق بنص القرآن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا حق من حقوقه. ولكن النبي اغتنم فرصة ليعطينا درسا أن القضية لا تحل من زاوية الحق فقط، قد تحل من الزاوية الأخرى، وحلها فعلا من الزاوية الأخرى في حديثه المشهور لما أشار على الصحابة بأن يقدموا لهذا المتسول جهازا بسيطا من كأس وحبل وكذا، وأشار عليه أن يحتطب ليقتات من عرق جبينه. فهذا الإشارة هنا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطينا حلا في قضية معينة بتفضيل جانب الواجبات على واتباع طبعا العقبة، لأن هذه عقبة في وجه هذا المسكين عقبة، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه هذا المخلوق، هذا المسكين، هذا المتزول للعقبة، لأن هذه العقبة تحافظ على كرامته أولا كإنسان، ولكنها بعد كل هذا ترفع عبأه على ترفع عبأه وأثقاله على المجتمع، بحيث كأنه خلص من المجتمع من هذا الثقل، من هذا العبأ، وحرر الإنسان من تبعية مذلة لكرامته، وأدخله وأدمجه في الحياة الاقتصادية، أو كما نقول اليوم في الدورة الاقتصادية، بطريقة المعالجة، لأنه نظر في القضية من زاوية الواجب لا من زاوية الحقوق. فأعتقد أن هذا النظرة الإسلامية في هذا الموضوع بطرفيها، القرآن يشير على جانب الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويطبق جانب الواجبات، فإحنا نرى من هذه الزاويتين أن الإسلام يتناول القضايا أحيانا من هذه وأحيانا من هذه وأحيانا منهما جميعا.